أهمية هذا المؤتمر يرتكز على وضع استراتيجية للمستقبل، لأن هذا ركن أساسي لتحقيق أهداف أي دولة أو أي مؤسسة أو حتى أي فرد. طبعاً الصعوبات أو التحديات تتغير عبر العقود، مثلاً تخطينا مرحلة جائحة كوفيد والحمد لله، والآن نواجه تحديات جديدة إن كان ذلك في الإقليم المحلي أو الدولي. فهذه فرصة للأفراد والجهات المختلفة وحتى دول أو وفود من دول مختلفة أن يجدوا مكان واحد للنقاش فيه وتحديد هذه التحديات ودراسة سبل التعاون والتكاتف لتحقيق أهداف مهمة مشتركة، مثل الاستدامة إن كان ذلك في القطاع الصحي أو استدامة البيئة أو الاستقرار من حيث الاستقرار الغذائي والأمن الغذائي والأمن بشكل عام. فلهذا المؤتمر مؤتمر أهمية كبرى، ولي الشرف أن أحضر وأتحدث فيه، ولا سيما سنحقق إن شاء الله بشراكات متعددة أهدافنا ونخطو معا إلى مستقبل أفضل دائما إن شاء الله.